اسعد الله اوقاتكم، كل خير. ابو خالد معاكم من فيكس بي. تكلمنا كثيرا عن الواي فاي باسورد، ان الواي فاي باسورد غير مشفر، مش انكريبتد. في فرق بين الانكريبشن او التشفير من الواي فاي والتشفير من الباسورد للواي فاي. انا اتكلم عن الانكريبشن للرمز، وللواي فاي نعرف انه في انكريبشن القديم كان WEP، بعدين WPA، PA2، WPA2N انتربرايز. هذه انكريبشن للواي فاي سيجنال نفسها، ما نتكلم ما ادخل فيها. انا اتكلم عن الباسورد اللي نسيفه في البيت، اللي هو الباسورد العادي مال الواي فاي. هذا الباسورد يا جماعه الخير غير مشفر، بمعنى بلين تكست. شو قصدي بالبلين تكست؟ الانكريبشن او التشفير الحين عباره عن ترميز او تحويل الباسورد. ترى انتم بتسيفون باسورد، انت تدخل في الموقع، في الايميل، في الهوت ميل، تسيف الباسورد مالك عادي. تراها بيقول لك يسالك البراوزر سيف باسورد، تقول له يس، ما تبغى تدخله كل مره. طيب يوم سويت سيف باسورد، هذا الباسورد قاعد تسيفه، بس في وين؟ في وين قاعد تسيفه؟ في البراوزر. البراوزر او المتصفح عنده كاش في اللوكال كمبيوتر. يعني في النهايه الباسورد هذا متسيف في، يتم حفظه في الكمبيوتر نفسه اللوكالي، في مكان، في فايل. طب انت باسورد سيفته، اي هاكر ممكن يدخله، او اي يعني ادنى مثلا ثغره، الواحد ممكن يسرق الباسورد. بنقول لا، الرموز العاديه مشفره، بمعنى مثلا انت دخلت الباسورد مالك وشوفوا كيف يتسيف. هذا يسيف لوكال الكمبيوتر بس، ما هذا مش الباسورد اللي دخلته. شوف كيف شكله مثلا هني، شوفوا شو شكله. شوفوا انا اسوي زوم، شوفوا الحين انت ممكن تدخل مثلا، طبعا الباسورد ما بيكون هالطول، يمكن 8 كاركترز، 10، 12. هو يحوله الى انكريبشن، هذا ما حد يقدر يفهمه. صح ملف موجود، بس الكود من تشفير ماله ما حد يفهمه غير لان هذا البابليك، البرايفت كي عندك اياه فقط. طيب هذا قصدنا بالتشفير. فيوم الرمز مشفر، حتى لو حد فتحه ما حد يفهم فيه شيء. شوفوا اوكي، هذا مسيب لوكال كمبيوتر بس مشفر. مشكلة جميع الباسوردات تقريبا كذا، مشكلة الباسورد مال الواي فاي انه غير مشفر. اوكي، غير مشفر. شوفوا شو قصدي بهالكلام. شوفوا بنسوي تجربة الحين، اختبار كذا على السريع عشان افهمكم شو قصدي، ليش غير مشفر، وكيف ممكن الواحد يستغل هذا الشيء. شوفوا انا عندي جهازين حاليا، تليفونين هنا. هذا التليفون شابك بالواي فاي المحلي، مش بالديتا، بالواي فاي المحلي. اوكي، مشبوك في انترنت واي فاي. طيب هذا الواي فاي انا ما اعرف الباسورد ماله، يمكن قبل مثلا جيت بيت حد من اصحابي وسيب لي الباسورد، او نسيته، او واتيفر. بس اللهم انه يوم دخلت في الرينج، وصلت في الرينج من الواي فاي، شبك. حلو، عندي تليفون ثاني اريد اشبكه. اوكي، هذا مش 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 شابك، هذا اريد اشبكه على الواي فاي. طيب وانا ما عندي الباسورد، اذا الباسورد مال الواي فاي كان انكريبتد، ما كان في اي طريقه اني انقل الباسورد من هذا لهذا الجهاز. بس لانه مش انكريبتد، روح التليفون يعطيك خاصيه اللي هي يعطيك الكيو ار. شوفوا يعطيك الكيو ار. طيب هذا التليفون فيه باسورد، هذا هي هني. طيب مثلا هني هذا مكتوب لورد اوف تيرور، هذا انا باشبك لهذا وما اعرف الباسورد ماله ترى. اوكي، عندي فوق شوفوا فوق عندي في الزاويه كيو ار، تشوفون الكيو ار في الزاويه. اوكي، بضغط عليه يقول لي عطني الكيو ار حق الجهاز اللي شابك للواي فاي، هو الجهاز الثاني هذا. طيب بضغط عليه، هذا شوفوا عندي الكيو ار هني. طيب بهذا الجهاز بمسك على هذا، خلاص شوفوا طلع صوت، قرا، شبك. الباسورد مسيب في هذا الباسورد من الواي فاي، متسيف هالتليفون في بلين تكست بدون انكريبشن، عشان شي هذا قرا يقرا. طيب هذه ثغره. اوكي، كيف الواحد ممكن يستغل هالشيء؟ اول شيء خلينا نشوف هل في طريقه نقرا هذا الباسورد. الحين انا شفت بشكل يعني قريناه كيو ار، ما راواني الباسورد طبعا، ما راواني، بس قرا الكيو ار وشبك. اوكي، خلينا نطلع نشوف اذا في طريقه ان من الكيو ار هذا نطلع الباسورد عشان نعرف شو الباسورد اللي حاط لنا. خلينا نشوف، بنجرب. طيب هذا الهاتف،
هذا التليفون مشبوك بالواي فاي قلنا، وهذا الكيو ار نحاول نقراه، طبعا قريناه وشبك بالانترنت بالواي فاي، يعني قرا الباسورد ما كان انكريبتد. طيب انا عندي كيو ار سكانر عادي في تليفون ثاني، كيو ار كود سكانر، اوكي بقرا الكيو ار، هالمره ما اريد اشبك بالانترنت بس بعرف شو محتوى الكيو ار هذا، هل انكريبتد ولا لا؟ ها بنجرب. قرا، شوفوا شوفوا شو طلع، شوفوا 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 فوق ان شاء الله تشوفونه بالكاميرا. نتورك نيم باسورد، طبعا انا حاط لنا اصفار، حلو شفتوا؟ يعني حتى لو انت الحين دخلت بيت، انت الحين معطي تليفونك مثلا لصاحبك وانت في بيته، ما قال لك شو الباسورد ماله بس ودخل لك اياه، طيب انت قريته الحين صح؟ الحين تخيل الباسورد هذا هو حاط لنا مثلا، حتى لو كان باسورد صعب يعني ما تفرق لانه بلين تكست مش انكريبتد، تخيل انه يستخدم نفس الباسورد على كل شيء او في حسابات ثانيه وكذا، شوفوا كيف سهل الواحد يعني يخترقه ويستخدمه ويخترق جميع الحسابات العنانيه مثلا. اصلا الواي فاي حتى لو انت مش يعني لو حتى احنا جربنا التجربه بفكره انه انت ان الواحد دخل بيت الثاني مره وهذاك صاحب البيت دخل له الباسورد، حتى لو انت قاعد في الرينج من الواي فاي قدام بيت غريب، يا جماعه الخير نص الباسوردات ادمن للاسف، نص الباسوردات ادمن اي بي سي دي 1 2 3 4 و 1 2 8 واصفار ووحدات ثقافه هي في النهايه، حتى لو ما يعرف الباسورد واحد يبي يهكر يدخل يتريى بالسياره قدام بيت واحد، وباللينكس 15 20 دقيقه ممكن يهكر، واي فاي مش سكيور ترى اوكي. وتخيل المصيبه العظمى انه اذا تستخدم نفس الباسورد في كل مكان، تخيل شو بيصير، يعني شو ما تحط. الحين شوف انا بجرب باسورد ثاني، بنسوي تجربه ثانيه طالما وصلنا هنا، بنسوي تجربه ثانيه حلوه وشيقه في النهايه. لحظه ثواني معاكم، هذه المره بغير الباسورد من الواي فاي، بغيره بحط باسورد طويل عريض ما انزل الله بها من سلطان، شوفوا شو حطيت، ولا يراويك انكريبشن وسكيورتي، والواحد يفكر انه شيء يعني يصدق. شوفوا شوفوا الباسورد شو حطينا انا هالمره، شوفوا شيء راندوم طويل عريض ما ينقرا. طيب مكتوب سكيورتي مثلا، شوفوا اوكي اسم الواي فاي سكيورتي، يقول بك WPA2 بيرسونال. يا جماعه الخير هذا سكيورتي قلنا لكم، هذا مش سكيورتي مال الباسورد، الباسورد مش انكريبتد بلين تكست اوكي، كانك حاطنا في نوت باد ومسيب لنا في مكان. السكيورتي مال الواي فاي مال السيجنال نفسه. طيب غيرنا اوكي بالكيو ار بالتليفون الثاني بنشبك وبنحاول نقرا هالمره، بنشوف هالباسورد الصعب يقدر يجيبه ولا لا. غيرنا الباسورد، خلينا نشوف. شفت الباسورد الطويل العريض في التليفون القديم صح؟ الحين الباسورد مسيف في الكيو ار هذا، التليفون هذا اللي ما فيه واي فاي نبغى نقرا الباسورد نشوف يقراه ولا لا. شوف يابا شوفوا، يعني يا جماعه الخير هلا في الباسورد من الواي فاي اوكي، حطوا شيء معقد، ما اقول لكم انتم شوف في النهايه شو ما تحطوا الباسورد الواي فاي مش سكيور يتهكر اوكي وقابل للاختراق. مش انك تحطوا باسورد يعني عادي الواحد براندوم كذا مره يدخل ويجيبه، لا حطوا باسورد معقد، بس لا تحطوا نفس الباسورد نفس الرمز حق الحسابات الثانيه الاكونتس اللي عندكم ايميلاتكم مال بنكم مال بنكم، حطوا له باسورد ثاني لحاله صعب بس شيء ثاني ما يكون نفس الرموز الثانيه والباسوردات الثانيه تستخدمونها بشكل يومي في اشياء مهمه وكذا. ان شاء الله استفدتوا، مع السلامه.